شكلهم ناويين يجوزوا المحروس. محروس مين؟ هيكون مين يعني؟ ابن العقاد. وانت عرفت منين؟ شفته هو بيشتري الشبكه من البنت اللي معاه. انا من رايي تسيبك من الموضوع ده وتشوفي حالك. حالي ايه؟ حالي ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ هو انا بلاقي حل؟ ايوه طبعا ليك حال. ايه اللي ما بلاش حال؟ الله، عايزين ندور على شغل بقى. القرشين اللي معاك يقربوا يخلصوا، ولازم تفكري هتعملي ايه. قول كلنا هنعمل ايه. وبعدين يا ورده يا اختي، مهما تعملي مش هتعرفي تعملي حاجه مع العقاد، وفي الاخر هيطلعوك انت الغلطانه زي ما المحامي قال لك بالظبط. بس الراجل ده تاجر مخدرات، عايزاني اعمل ايه؟ اسيبه؟ اوه، ما تنسي بقى الموضوع ده وطلعيه من دماغك. هو انت ناقصه؟ خلاص انتوا احرار انتوا الاثنين، انا بقى هعرف اتصرف لوحدي. استني بس يا ورده. الله، قولي انت عايزه ايه. انا فكرت كويس، نبلغ على العقاد. طب ما انت قلت الكلام ده في الاسم والظابط ما صدقكيش، وكمان قال لك ان ده مش كويس عشانك. يعني هيعملوا لي ايه؟ ضرب الله ورا على عينه، قال ما هي خربانه خربانه. انت شاغله دماغك بالموضوع ده ليه؟ هما مش فتشوا المغلب، ملقوش فيه اي حاجه. لكن انا بقى عارفه المكان السري اللي هو حاطط في الحشيش، وشفته بعينيا الاثنين. يا هريدي استهدى بالله، اختك دماغها ناشفه، ريحها. يبقى نبلغ على مكان الحشيش، وساعتها بقى يقبضوا على عقاد وابنه. نفسي اعرف هتستفيدي ايه. هستفيد ايه؟ هستفيد كتير قوي، ان اشوفهم هما الاثنين مرميين في السجن، ويا عالم بقى هيتصلهم 15 25 سنه ولا هيتعدموا. بعد اذنك، هما فين بتوع المخدرات؟ بتوع المخدرات؟ قصدك محبوسين فين؟ لا، الضباط. اخر الطرق على اليمين. شكرا. انا الراجل ده شكله مش غريب عليا، كاني شفت وشه في حته قبل كده. والله ورده عندك حق. شفته فين؟ شفته فين يا هريدي؟ يا عم احنا مالنا؟ احنا هنناسبه. شفته فين ولا ما شفتهوش فين؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. افتكرت. عارفه شفته فين يا ورده؟ فين يا هريدي؟ في فرح الست مروه بنت الحاج. صورتينك يا هريدي، ده العريس ذات نفسه. ايوه صح، هو ده جوز الست مروه بنت الحاج. يا نهار اسود. طب كويس انه ما عرفكوش، كان زمان راح قال للحاج على طول. تفتكر لما شافني ما عرفنيش؟ لا، متهيألي يعني لو كان يعرفك اقل حاجه كان هيسالك ايه اللي جايبك هنا. ايوه يا حريدي، بس ما تنساش ان ده ظابط، يعني ممكن يكون بيشتغلني، ممكن يكون خد باله مني وعمل نفسه ما يعرفنيش. طب هو ما شافكيش بعد الفرح؟ ولا مره، شافني بس ليله الفرح. خلاص يا اختي اطمني، ما تقلقيش. العريس يوم فرحه لا بيفتكر سلم على مين ولا شاف مين، بيبقى مركز في حاجه واحده بس، دخلته على العروسه. يا اخويا ليه سمعك كده يقول انك كنت عريس امبارح؟ مش منك كنت عريس ولا حاجه. ايه ده؟ عايزين نمشي المكان اللي احنا فيه. بقول لك ايه يا اختي؟ هو الظابط قال لك بتوع المخدرات فين؟ من هنا. يلا بينا. وانت بقى جايه تبلغي عن ايه يا ورده؟ جايه ابلغ يا باشا عن واحد اسمه الحاج ابراهيم العقاد. اللي ساكن في البطنيه؟ هو يا سعاده الباشا. ماله الحاج ابراهيم العقاد؟ بيتاجر في الحشيش. بيتاجر في الحشيش؟ وانت ازاي عرفت انه بيتاجر في الحشيش؟ انا بشتغل عنده في المغلق يا باشا. انا واخواتي الاثنين شفنا رجالته هما بيطلعوا الحشيش بالليل. احنا ما شفناش حاجه يا باشا، اختنا اللي شافت وقالت لنا. ايوه يا باشا، ايوه باشا، هي اللي شافت. كملي يا ورده كملي. شفتيهم بعينيكي هما بيخرجوا الحشيش؟ ايوه سعاده الباشا، مخبينه تحت الارض في المغلق. وهم شافوكي هما بيعملوا كده؟ لا يا باشا، بيعملوا كده بالليل، بيفتكروا ان انا بقى نايمه. نايمه؟ نايمه فين؟ في المغلق يا باشا. اصل عدم المؤاخذه باشا، احنا عندنا اوضه في المغلق بننام فيها كلنا يعني. قولي لي يا ورده، انت ايه اللي خلاكي تيجي دلوقتي وتقولي الكلام ده؟ مش انتوا برضه يا سعاده الباشا بتمسكوا الناس اللي بتتاجر في الحشيش؟ ورده، انت في مشاكل بينك وبين الحاج ابراهيم العقاد؟ لا يا باشا. طب اشمعنى هما ما شافوش حاجة وانتي بس اللي شفتي؟ مش هما كمان كانوا بيشتغلوا معاكي؟ معرفش يا باشا، اسألهم.
وانتوا ايه رايكم في الكلام اللي بتقوله اختكم ده؟ انا عمري يا باشا ما اشتغلت في المغلق، قصدي يا باشا عمري ما سمعت الكلام ده. يعني هي اللي بتقول؟ ايوه يا باشا احنا مالناش دعوه، وعلى فكره يا باشا عشان تبقى عارف احنا نصحناها قبل ما تيجي ان الكلام ده لو ما طلعش سليم هيبقى مش كويس عشانها، هي اللي ركبت دماغها يا باشا. بس معلش يا باشا سامحوها عشان خاطرنا، ورده اختي غلبانه قوي. انتوا خايفين من ايه؟ والختمه الشريفه يا باشا اللي انا بقول لك عليه ده شايفاه بعناية الاثنين، انا هكذب ليه يا باشا؟ مصلحتي ايه؟ تابع جميع حلقات مسلسل البطنية على فيو.